نايا ايه ولي علي شو عاملة نايا؟ ولو شو هالفوضى هيدي؟ امبارح بعدني طب الأوضة عم ضب تيابي مام. طب شو مسافرين شهر نايا؟ كلها يومين ثلاثة عشو كلها التياب؟ انه بدي نقي بيناتهم. يي ما فيك تنقي منهم هن ومعلقين بترتيب بالخزانة؟ سهى بليز روحي ضبي تيابك ما بقى تنقي علي. انا ضبيت اغراضي كلهم قطعتين ثلاثة. بس انا ما فيني ضب ثلاث قطع لأن العروس. واذا العروس مش رح ضب لك الاوضه بقى. ليكي نايا انت بتضب غراتك سامعه؟ مام انا بضب بس بليز بليز. شو رايك تعملي قهوه قبل ما يوصل سيف بليز؟ لا يا اهلا وسهلا شرفتوا قصركم. اهلا 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 بسهى يا حبيبه قلبي. يمكن انت مش معوده على الحرس بس ما تقلقي هون ليحمونا يا عروستنا الحلوه. اهلين شو هالاصفر الحلو. جاهده دليهم على غرفتهم وهلا كريم بيطلع الشنطه. خلص يلا يلا يا حبيبي كريم. تفضل تفضل تفضل. الحمد لله الحمد لله. اقعد يا ماما اقعد. شو حلو؟ كثير كثير حلوه. بس في شغله شغلت لي بالي. انا عارفه انه هالجماعه مرتاحين ومقتدرين بس هالقد لهالدرجه انه حرس ما حرس شو يريدون هول كلهم؟ ماما قالت لك تنطروبا مشان حمايتهم. حمايتهم؟ في دوله بتحمي. بعد في هيك عيلة بتحمل السلاح على العلن؟ ليه؟ ماما هن هيك، هيدا عوايدن وهيدا قليدن. ماما السلاح مش عوايد وتقليد، السلاح زعرنة. العشاء صار جاهز. يلا رح ننسى ميرسي. معقول سمعت؟ بيسموا المدن انه عم بيشتغلوا منيح اللي معها جوا. شو اختي؟ شو؟ شو قعدة ما بدا؟ بشو؟ بشو؟ مع اساس ما كنتي راضية عنايا، شو عاد صار؟ طلعت غلطانة. اها ربا وغلطانة؟ بعرفها الابتسامة اختي. شو في براسك قولي لي؟ كل خير خيي كل خير وخاصة لابني. شو كيف شفتينا الأكل جوا بكفي؟ بكفي؟ بكفي وبزيادة كتير كمان. لشو عامل هلا هذا أكل؟ ولا بدنا نكرم ضيوفنا. يخزي العين يخزي العين. حدا يقول لي حدا عنده كني احلى من كنتي؟ اكيد ما في. لك ما بفر عيوني اذا في. يسلم لي لك يسلم لي الابيض. تفضلي حبيبه قلبي. تفضلي تفضلي. تفضلي يا اهلا وسهلا يا اهلين يا اهلين يا حبيبي. اقعد اقعد يلا لك يسلم لي الابيض. انا يا اهلا سهى يا اهلا نوى.